أبو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. على قولتك بعيدا عن الدراما والتباكي. أي أرجوك نتكلم مباشرة. أول شيء نتكلم، أنا يعني أرى شخصيا أن المشكلة سببها الرئيسي إدارية، يعني عمل تراكم من سنوات ولكن إلى الإدارة الأخيرة ما قدرت تحل الموضوع. إيش مشكلة الإدارة الأخيرة؟ جاية إدارة منتخبة وديونها مسددة مع الأندية اللي راحت وعندها تعاقدات، والهيئة تعطيهم مثل ما تعطي الأندية، هذا اللي نعرفه. يا لا لا عندي معلومات أنا، تعطيهم مثل ما تعطي الأندية الدعم المالي. في اختيارات أخذتها الإدارة الحالية، وين مشكلة الإدارة؟ طيب أولا اللي نعرفه رسميا أنه إلى 30/6 كل أندية في لها من الهيئة يعني دعم مالي مجدول، اللي يعني من 1/7 إلى الآن الأندية تعمل بالرعاة مع الدعم اللي جاه المجدول من هيئة الرياضة إلى 30/6. إلى 30/6 يعني قبل 5 شهور. قبل 5 شهور الهلال النصر الأهلي اشتغلوا رعاة وإلى آخره وعمل فيه يعني استثمار. أنا ما أقول في خلل في عمل الاتحاد، لكن برضو إلى قبل شهرين دخل خزينة الاتحاد 40 مليون، ترى من حق الاتحادين يسوي مداخلة يصححون معلومة، دخل خزينة الاتحاد 40 مليون من هيئة الرياضة لموضوع متأخر، موضوع سابق يعني. أي سابق. فالقضية مي قضية دعم هيئة كما يطرح الآن، لا، لأنه اليوم في إعلاميين اتحاديين قاعدين يتكلمون إحنا ساكتين عشان تقديرا للهيئة، إحنا كمان نبغى نفهم الصورة سواء من الهيئة أو من نادي الاتحاد. أنا قبل ما أجي البرنامج يعني قلت بدل ما أتكلم الكلام الإنشائي بجيب معلومة. قالوا إلى 30/7 كل الأندية 6 ولا 7 30/6 نزل في كل حسابات الأندية بالتساوي. بالتساوي ما الفرق؟ الأندية الكبيرة لأن عندها رعاة دعمها معروف، يعني ما اشتكى لا نصر ولا هلال ولا أهلي. لاحظ الاتحاد يشتكي من الضروبات المالية لأنه التصرفات التعاقدات الخطأ جلب لاعبين محلي بمبالغ كبيرة، كل هذا أرهق النادي. فالقضية ألقت بظلالها على الأمور الفنية، عدم استقرار فنيا، طاحوا بسيارة، جابوا مدرب، تفاءل الجميع أن القضية خلاص قضية فنية إدارية ماشي الأمور، جاء المدرب مش شوي يعني تفاءلنا كلنا. انت ايش تقييمك لعمل الاستاذ انمار الحايلي بصراحه؟ على وجهه نظري الشخصيه بكل صراحه ما هو الرجل المناسب. هو شخصيه اداريه جميله رائعه خلوق، لكن ما هو قائد الاتحاد. الاتحاد يحتاج شخصيه مختلفه، يحتاج شخصيه مختلفه يعرف يتعامل مع كل، مع اللاعبين، مع الجمهور، مع الاعلام. يا رجل الاتحاد يعيش صخب غير طبيعي، جماهيري وإعلامي وتويتر، رئيس يكون واثق من عمله، يعرف وش يعني ما يبني قراره على تويتر. لو أنت تبغى تقدم نصيحة لرئيس نادي الاتحاد الحالي أنمار الحالي، إيش تقول له بكل صراحة؟ بكل صراحة إذا شاف الحلول مستحيل يستقيل يعني. أنت هذه نصيحتك؟ إيه يستقيل. يعني أنت لو تبغى تقدم له نصيحة يا أستاذ أنمار، عشان ما تكون يعني سابقة، أو يعني يكون في تاريخ إنه أنمار قاد الاتحاد إلى الهزيمة 8/9 وبعدين الاتحاد أصبح 5 نقاط عن فريق اللي يهبط. هذه قضية، والاتحاد فريق الآن فنيا بإمكان أي فريق يفوز عليه. الاتحاد المونديالي اللي طلع عمالقة ومدربين وإداريين الآن نمية بالهزيمة 7، وأي مباراة قادمة كل الفرق أفضل من فنيا. معلش لا يزعلون على الاتحادين، الاتحاد يبغى يسمع يا اخي، والاتحاد يبغى يسمع منك الراي بكل صراحه. اولا لا تجامل يعني، طيب خلي الاتحاد يسمع الكلام. يعني ليش انا حاسب الاداره؟ هي القريبه مني وهي المسؤوله وهي اللي تحملت المسؤوليه. وين روح الاتحاد؟ وش سبب روح الاتحاد؟ الجمهور؟ لا، الجمهور ما نحتاج نحكي، الجمهور ما في مثل جمهور الاتحاد. وش القضيه؟ هناك قضيه، في خلل واضح. هل هو عدم صرف رواتب لاعبين، عدم تعامل، في ما في عدل، في قضية. روح الاتحاد كانت تجلب بطولات، نواقص ونية عوضها روح الاتحاد. أو البعض يقول أن الاتحاد ربط نفسه سنوات بنجوم، نجم واحد زي محمد نور، ثم جاء فهد المولد، قبل أحمد يعني تعود الفريق فنيا على يا أبو تركي. اليوم إيش قبل ما أروح للزملاء، اليوم عندك دعم وعندك 7 محترفين، يعني لو تربط نفسك بمية نجم صح تقدر تجيب 7 يعني حلوين مضبوطين. يعني خلينا نتكلم صراحة، والله نتكلم بمنتهى الصراحة، يعني طالع في الهلال شوف قوميز أمس وش سوى، ما شاء الله تبارك الله، عينك حارة بقي يوم والله العظيم ما شاء الله تبارك الله، دخل اللاعب
خلص الليله زي ما يقولون طالع كاريلو. والله الاتحاد فيه اجانب اللي جاء فيه اجانب لحظه شوي لكن الفريق لا 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 في اختيارات غريبه في الاتحاد. طالع في النصر مرابط حمد الله جوليانو يا اخي الاتحاد مع كل الاحترام والتقدير رومارينيو هو احسن ما فيهم وترى ما هو يعني اللاعب العظيم يعني لو يروح الهلال والنصر يريح طيب من جانب اللاعبين الاهلي من جانب اداره الاتحاد اذا هي مسؤوله ليش انا احمل مسؤوليه 100%؟ لا لا انا اقول على كلامك انت تقول الاتحاد ربط نفسه بنجوم لما اسال تقدر تجيب سبعه نجوم انا اقول لما اسال عن روح الاتحاد يقول لك راحوا لعيبه الروح يا جماعه الان في الدوري المحترفين في سبعه لعيبه جانب الاجانب هم اللي يشيلوا الفريق احنا نضحك على انفسنا كل فريق ما يشيل الا اجانبه كل فريق الان في المملكه رقم واحد اللعيبه الاجنبي ما عندك لاعب اجنبي الله يستر عنه عليك الاتحاد ما وفق في اختيارات اجانب غابت الروح خلاص فريق مهلهل فيجب تدارك الاتحاد اذا كان في الاستقاله حل اضحي اذا كان ترى في لابد تسوي حلول يعني لا ينظرون للمشهد ويطلع لي بيانات لا تطلع بيانات الاتحاد بحاجه الى حراك الى عمل لابد اجتماع اعضاء الشرف ان شاء الله تجلس مع رئيس الهيئه تسمع مني يسمع منك انا ما اقول ان الهيئه ما قصرت مع كل الانديه بس لا يسقط البعض على هيئه الرياضه هيئه الرياضه ليش ما دخلت في عمل الهلال والنصر هذا في القمه كله والاهلي منافس على المركز الاول ما هي قضيه هيئه الرياضه هيئه الرياضه تدعم بسواء وفي وقته لكن قضيه يعني بين قوسين قل دبره قل تصرف هذا اللعيبه اجانب يشيلوا فريق زي الاتحاد فريق يبنى من جديد لسه قول لعيبه محليين قالوا الملف فلان لكن الان وين الاتحاد؟ ما فيهم اللاعب اللي يشفع انك تحترم وترفع القبعه والحارس فواز القرنيه البقيه الله يوفقهم